أعلن الجيش العراقي أنه استطاع تحرير وسط المدينة مدينة العفر بشكل كامل من أيدي تنظيم داعش الإرهابي. وكان الجيش العراقي قد تمكن برفقة عناصر من الحشد الشعبي من تحرير الحي العسكري بالكامل شمال شرق العفر. وقال بيان لخلية الإعلام الحربي أن القوات الأمنية والحشد الشعبي اقتحما الحي العسكري بعد اشتباكات عنيفة مع تنظيم داعش. وكانت الخلية قد أعلنت في بيان عن نتائج عمليات تل عفر التي دخلت أسبوعها الأول. مشاهدي الكرام، للمزيد من التفاصيل معنا مراسل اونلاين من تل عفر ميثم العمري. ميثم، اعتقد انه بناء على الاخبار التي ترد الينا الوضع في تل عفر اصبح في قبضة القوات العراقية ربما بشكل شبه كامل. نعم، مرحبا بك زميلي ومرحبا بجميع المشاهدين والمتابعين في كل مكان. بالحقيقة اليوم في صباح هذا اليوم أعلنت القوات العراقية وألوية الحشد الشعبي عن تحرير وتطهير قضاة تل عفر بشكل كامل بعد أن انهت المعارك في الحي العسكري الذي بقى به عناصر داعش منذ تقريبا 7 أيام. اليوم انهت العمليات العسكرية تماما من مركز قضاة تل عفر. الآن هناك بعض العناصر من الدواعش اتجهوا وهربوا باتجاه ناحية العياضية وهي التي تقع على أطراف قضاء تل عفر. هناك تجمع مركز عناصر داعش بانتظار اقتحامها في غضون الساعات القليلة القادمة. هذا إذا تسمع الإطلاقات النارية، العيارات النارية، هذه فرحة المقاتلين اليوم في قضاء تل عفر من القوات الأمنية العراقية وكذلك ألوية الحشد الشعبي. اليوم من شارك في هذه العملية هي قوات الجيش العراقي، جهاز مكافحة الإرهاب، الشرطة الاتحادية، قوات الرد السريع وكذلك ألوية مختلفة من الحشد الشعبي اقتحموا قضاء تل عفر وحرروه من عصابات داعش بشكل كامل. التنظيم الإرهابي لم يواجه قطاعات عسكرية بتلك النيران مكثفة، لكنه استخدم بعض الآليات السيارات المفخخة باتجاه قطعاتنا العسكرية، لكن الأبطال من القوات العراقية تمكنوا من صد هذه الهجمات الداعشية باتجاه القطعات العسكرية وتم تفجير العدد الكبير من السيارات المفخخة. إضافة إلى ذلك هناك عدد كبير من الانتحاريين بأحزمة ناسفة توجهوا باتجاه قطعاتنا العسكرية، لكن الأبطال أيضا حاولوا صد هذه الهجمات البائسة. أغلب الدواعش في قضاة العفر انسحبوا من داخل مركز قضاة العفر من الأحياء في داخل مركز قضاة العفر باتجاه ناحية العياضية، والبعض الآخر اتجه باتجاه أقليم كردستان. هناك تعاون صار ما بين قوات البيشمركة الكردية على جبال سنجار وعناصر داعش الهاربين باتجاه الأقليم، فتحت لهم بعض الممرات. قوات البيشمركة الكردية في جبال سنجار سحبت الآليات من عناصر داعش وكذلك السلاح وأخذت مبالغ مالية كبيرة وأدخلتهم إلى أقليم كردستان بطريقة غير شرعية. تسألني هل أن حكومة الأقليم تعلم بذلك، تدري بذلك ما فعله عناصر بيشمركة؟ لا أجزم لك هذا، لكن مبدئيا طائرات الاستطلاع للقوات العراقية كشفت ورصدت هروب عناصر داعش بأرتال إلى باتجاه جبال سنجار. هناك جبال سنجار تتواجد بها القوات الكردية قوات البيشمركة منذ تقريبا 2 سنة عندما حررت سنجار وسفاح سفوح جبال سنجار وتمركزت هناك بنقاط على سفوح جبال سنجار، بالتالي تعاونت مع عناصر داعش، قبضت مبالغ مالية كبيرة، هرب الكثير من عناصر داعش، قيادات عناصر داعش هربت. بغض النظر عن العناصر الذين هربوا، بان انطلاق العملية قبل سبعة أيام تقريبا، مصادر أيضا من الحشد الشعبي ذكرت بأنه طائرات أمريكية وصلت إلى قضاء تل عفر، 10 طائرات وصلت إلى قضاء تل عفر ونزلت، هبطت داخل مركز القضاء وسحبت القادة، قادة عناصر داعش الأجانب، أغلبهم أجانب كانوا وليسوا القادة المحليين، وإنما الأجانب سحبوا من داخل قضاء تل عفر إلى جهات مجهولة، والذين واجهوا قطاعاتنا العسكرية هم العراقيين المحليين بالإضافة إلى بعض الأجانب كانوا متواجدين داخل قضاء تل عفر صدوا تقدم القطاعات العسكرية. لكن صمود وثبات القوات العراقية من كافة الصنوف وكذلك ألوية الحشد الشعبي تمكنوا من طرد عصابات داعش باتجاه العياضية وحرر مركز القضاء تقريبا قرابة 21 حي
حي في داخل قضاة الأعفر تم تحريره بشكل كامل. الآن فقط ناحية العياضية التي تقع بالخلف مني تماما، يعني بإمكان الزميل المصور علي جاسم أن يستعرض لك، هذا هو مركز قضاة الأعفر والذي تحرر بفضل وبسواعد أبطالنا من القوات العراقية من الجيش والشرطة الاتحادية والرد السريع وكذلك جهاز مكافحة الإرهاب وأبطال الحشد الشعبي. تحررت كل هذه المنطقة التي الآن هي ترصدها عدستنا أمامكم، وبالتالي الآن الجهد الهندسي يقوم بواجب كبير لتطهير المنازل الملغمة وإزالة العبوات الناسفة من الشوارع، بالإضافة إلى هناك العدد الكبير من السيارات المفخخة الملغمة موجودة داخل الأحياء السكنية، يقوم الجهد الهندسي بإزالتها وسحبها بعد أن يفكك هذه السيارات، يقوم بإزالتها من الشوارع حتى يتم تنظيف الشوارع بشكل كامل ومن ثم عودة المواطنين إلى هذه المناطق. بالإضافة إلى ذلك أحب أن أنوه على شيء مهم زميلي، أنه أحد ألوية الحشد الشعبي هو اللواء 53 وهو لواء الحسين عليه السلام. هذا اللواء تشكل من أهالي تل أعفر نفسهم، هم نفسهم من قاتلوا في هذه الأحياء السكنية وحرروا مناطقهم وطردوا عصابات داعش بعد أن اغتصب داعش مناطق وطردهم من داخل هذه المناطق، بالتالي الآن هم يحررون هذه المناطق ويرجعون إليها ويقومون بتنظيفها، يقومون بتنظيفها وإزالة العبوات الناسفة بشكل نهائي وتفكيك المنازل الملغمة. أغلب المنازل هنا مفجرة، أغلب المنازل هنا فجرها داعش واستهدفها على اعتبار أنه الغالبية العامة الموجودة هنا في قضاة الأعفر كانوا أما منتسب في الدولة، موظف في الدولة أو منتسب في قوات الجيش العراقي أو الشرطة العراقية، لذلك التجأ عناصر داعش بتفجير الكثير من منازل وبقى المنازل التي لم يكن صاحبها يعني مالك المنزل تابع للقوات العراقية أو للحكومة العراقية. بالتالي هذه هي الصورة الحية. نعم. رفعت الأعلام العراقية على أغلب المباني الحكومية، على مركز الشرطة، على شكرا ميثم العامري مراسل أون لايف من تل عفر. ميثم قدمت لنا استعراضا ربما يكون وافيا للوضع داخل تل عفر، الوضع العسكري والوضع الأمني. شكرا جزيلا.